أهلا بيكم. السوليد ستيت ريلي من أفضل أنواع ريليهات، ويسمى ريلي إلكتروني أو الريلي الصلب. من أهم مميزات النوع ده من الريلي إن هو بيعمل بترددات عالية، يعني الريلي العادي ممكن يشتغل 10 مرات أوف أون في الثانية الواحدة بقى على أقصى حد، وبيكون عمره الافتراضي قصير جدا، ولكن السوليد ريلي أكثر من 1000 مرة في الثانية، أو ممكن يصل ل 10,000 سويتشنج في الثانية. كمان العمر الافتراضي يقدر ب 100 ضعف العمر الافتراضي للريلي العادي. لو كان الريلي العادي ممكن يشتغل 10,000 سويتشنج أوف أون، ممكن الريلي الإلكتروني أو السوليد ريلي يعمل أكثر من 1,000,000 سويتشنج، وده يعتبر رقم صغير جدا. كذلك سرعة الاستجابة والصوت، مفيش أي صوت ليه، فلو أجهزة فيها عشرات الريليهات بنستخدم السوليد ريلي لأنه ملهوش صوت نهائي، لأن هو إلكتروني مش ميكانيكي. التيار اللي بيحتاجه السوليد ريلي كمتوسط ممكن 1 ملي أمبير يشغل السوليد ريلي، ولكن الريلي العادي بيحتاج 30 ملي أمبير، ده يعتبر أقل تيار ممكن يعمل عليه الأنواع الريليهات العادية، وممكن تصل لنصف أمبير أو 500 ملي أمبير. من ضمن مميزات السوليد ريلي إنه بيعمل على رينج كبير من الجهد، يعني ممكن نفس الريلي يعمل من 3 فولت ل 30 فولت، ده جهد تشغيل الريلي نفسه مش جهد الحمل. ولكن أنواع الريلي العادية بيكون مرتبط بجهد معين، 12 فولت، 9 فولت، 6 فولت، 5 فولت، يجب توفر الجهد اللي مسجل على الريلي نفسه. العزل متوفر في النوعين، أي ريلي يجب توفر العزل ما بين تيار تغذية الريلي وتيار تغذية الحمل، فهنا في عزل وهنا في عزل. طيب احنا ذكرنا كل المميزات دي والفروقات دي علشان النهارده ان شاء الله بطريقة بسيطة جدا ودايرة تعتبر من أبسط الدوائر صممتها لكم، اي حد يقدر يعمل النهارده سوليد ريلي. طبعا معروف ان هو سعره اغلى من الريلي العادي، ولكن النهارده هتقدر تعمله بنفسك بمكونات بسيطه. اتمنى تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتفعيل زر الجرس عشان تجيلك اشعارات بكل فيديوهاتنا الجديده، وتعالوا نكمل بعد الفاصل. تعالوا نشوف مع بعض زي ما تعودنا مخطط الدايره. الدايرة قلنا بسيطة جدا، بتتكون أساسا من أوبتو كوبلر أو فوتو كوبلر، هنا طرف أنود الليد عند علامة الدوت، وده بيكون الطرف رقم واحد، والطرف التاني طرف كاسود الليد. طرف رقم 3 و4 هما طرفين إيميتر وكوليكتور ترانزستور الضوئي، دي اطراف الاوبتو كوبلر. طرف الليد ده اللي هنوصله بمصدر تشغيل الريلي، وبيكون معاه مقاومه نقدر نختارها على حسب الجهد او الرينج اللي هنشغل عليه. يعني لو هنشغل من 1.5 فولت ل 5 فولت ممكن نستخدم مقاومه 100 اوم، لو هنشغل على 30 فولت حتى ال 12 فولت ممكن نستخدم 1 كيلو اوم. إذا المقاومة دي هنختارها على حسب رينج جهد تشغيل الريلي من 100 اوم ل 1 كيلو اوم. والطرف التاني طبعا هيكون مع السالب، وهنا موجب تشغيل الريلي. إذا ده مصدر معزول تماما عن مصدر تشغيل الحمل. مصدر تشغيل الحمل ممكن يكون من 5 فولت حتى 30 فولت، ده جهد يتناسب مع الحمل. اللود موصل الموجب مع المصدر زي ما قلنا، والسالب هيتوصل مع موسفت ان شانل، وسورس الموسفت هيتوصل مع الارضي. اذا موجب وسالب مصدر تشغيل الريلي معزول تماما عن موجب وسالب مصدر تشغيل الحمل. موسفت ان شانل ممكن نستخدم ذات 44، ممكن نستخدم 32.05، ممكن نستخدم 37.10، كل دي مصفتات باور. يجب تناسب قدرة أو أمبير المصفت مع أمبير الحمل.
الطرف رقم 4 وهو كوليكتور الترانزستور، هيتوصل مع موجب مصدر تغذية الحمل، والجيت هتتوصل مع إيميتر الترانزستور بالشكل ده، وجيت الموسفت هتتوصل بمقاومة، المقاومة دي تضمن عمل حالة أوف للموسفت عند فصل الأوبتو كوبلر. المقاومة دي ممكن تكون 10 كيلو أوم. في دوائر كتيرة شبيهة بالدايرة دي ولكن فيها مقاومات زيادة، أنا شايف إن المقاومات دي ملهاش أي لازمة. المقاومة دي زي ما بتضمن حالة الأوف للموسفت عند فصل الأوبتو كوبلر، كذلك بتحمي ترانزستور الأوبتو كوبلر من مرور تيار عالي، لأن التيار اللي هيمر من المصدر لو 30 فولت هيمر من خلال ترانزستور وهيمر بالمقاومة، فالمقاومة 10 كيلو تضمن مرور تيار بسيط بالملي أمبير، وبالتالي ده بيحافظ على الأوبتو كوبلر. طيب إذا هنا في عزل تام ما بين المصدر تشغيل الريلي ومصدر تشغيل الحمل. عند توصيل تيار مع ليد الاوبتوكوبلر هيمر تيار في ترانزستور الاوبتوكوبلر من موجب المصدر وهيمر لجيت الموسفت. الجهد هيرتفع على جيت الموسفت وبالتالي هيمر تيار من الدرين للسورس، وبالتالي الحمل هيعمل. عند فصل التيار عن ليد الاوبتوكوبلر هيتوقف مرور تيار في ترانزستور الاوبتوكوبلر، وبالتالي المقاومة الموصلة مع الأرض هتخفض جهد الجيت لصفر فولت، وبالتالي الموسفت هيفتح الدايرة ويفصل التيار عن الحمل. كده وفرنا عزل ووفرنا سرعة سويتشنج ورينج عالي في تشغيل الحمل ورينج عالي في تشغيل الريلي. تعالوا مع بعض نشوف المكونات وازاي هنجمع الدايرة. معانا ترانزستور 37-10 ومعانا اوبتوكوبلر، بغض النظر عن الكود اي اوبتوكوبلر هيشتغل معاك. علامة الدوت دي ده طرف انود الليد، طرف رقم 2، طرف رقم 3 هو ايميتر ترانزستور، ورقم 4 كوليكتور الترانزستور. طيب تعالوا نشوف مع بعض نوصل ايميتر الترانزستور ترانزستور الاوبتوكوبلر مع الجيت. هنوصل طرف سلك احمر مع كوليكتور الترانزستور، ده اللي هيتوصل بموجب تغذية الحمل، وهنوصل مقاومة مع موجب ليد الاوبتوكوبلر. انا هوصل مقاومة 100 اوم لان عايز اشغل الريلي ده على اقل جهد. هنوصل طرف سلك، ده اللي هتوصل بسالب تغذية الريلي، وطرف سلك تاني مع المقاومة، ده اللي هيكون موجب تغذية الريلي. كده تغذية الريلي خلصت، وهنا تغذية الحمل، وهنجيب حمل مثلا لمبة تسحب في حدود من 1.5 لـ2 أمبير. طرف من الحمل هيتوصل مع درين الموسفت، والطرف التاني هيتوصل مع موجب الباور سبلاي. نوصل طرف سلك مع سورس الموسفت، ده سالب تغذية الحمل. وبكده نكون خلصنا دايرتنا. هنا الطرفين تغذية الريلي موجب وسالب من 1.5 فولت لـ5 فولت، طبعا ده اللي بيحدده المقاومة اللي احنا موصلينها 100 اوم.
ممكن نرفع الجهد ده من 5 فولت ل 12 فولت، هنوصل 220 اوم. ممكن من 12 ل 30 فولت هنوصل 1 كيلو اوم او 2 كيلو اوم. وهنا طرفين تغذية الحمل، طرف الموجب وطرف السالب. تعالوا مع بعض نوصل ونجرب. ده الباور سبلاي هنظبط على 12 فولت، طبعا جهد يناسب الحمل اللي موجود معانا. وهنوصل هنا الموجب وهنا السالب. طبعا الحمل ما اشتغلش لان المسفت مش شغال. طيب هنوصل اي مصدر تيار، بطارية ليثيوم 4 فولت، هنوصل سالب مع سالب ليد الكوبلر او سالب تغذية الريلي، وهنوصل الموجب. وتعالي نشوف مع بعض الريلي هيشتغل ولا لا. هنا الموجب اهو، ونجرب. زي ما حضراتكم شايفين الحمل اشتغل. الإضاءة مش قوية لأن أنا مخفض التيار، هنعلي تيار باور سبلاي عشان نشوف استجابة الريلي اللي معانا. طبعا واضح ده ببطارية ليثيوم وبتيار بسيط جدا جدا شغلنا الريلي. طب تعالوا نجرب مع بعض بطارية 1.5 فولت. طبعا لو الجهد اللي هنشغل عليه 1.5 فولت ممكن نوصل مقاومة 22 اوم فقط، ولكن انا وصلت 100 اوم لان كنت هجرب ببطارية ليثيوم، وهنجرب دلوقتي ببطارية 1.5 فولت. زي ما حضراتكم شايفين اهو بطارية 1.5 فولت بنقدر نشغل حمل تقريبا 2 امبير وبكل بساطة. وطبعا سرعة سويتشنج تكون سريعة جدا. تعالوا نشوف مع بعض التيار، هنشوف التيار المستهلك عند تشغيل الريلي 4 ملي امبير، بتشغل احمال 2 امبير تقريبا وممكن اقل من التيار ده. اذا قدرنا النهاردة نصمم ريلي مهم جدا في استخدامات كتير وتطبيقات كتير، زي ما قلنا سرعة السويتشنج، كمان مفيش صوت، الجهد الرينج بتاعه أعلى، التيار بسيط جدا، أقل ريلي عادي بيكون 30 ملي أو 50 ملي أمبير. فمميزات لا تحصى ولا تعد، عمر افتراضي أطول طبعا. أتمنى بعد ما الفيديو يخلص تعمل لايك وتسيب لنا في التعليقات هل بدأت تصميم المشروع ده ولا لأ. ما تنساش عمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونلتقي في فكرة جديدة وفيديو جديد إن شاء الله. سلام.